شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الأستاذ عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية في اللقاء التشاوري الذي بدأ في جلسة مسائية مساء أمس واختتم أعماله اليوم في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت. وتبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية. وقال السيد سفيان القضاه الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية إن اللقاء كان إيجابيا بناء وأتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.